مع اقتراب الذكرى الأولى للانقلاب العسكري في السودان، خرج الآلاف في العاصمة السودانية الخرطوم ومختلف المدن الأخرى يوم الجمعة في مظاهرات للمطالبة بالحكم المدني بعد مرور عام على انقلاب قائد الجيش عبد الفتاح البرهان. وأطلقت قوات الأمن المنتشرة بكثافة في وسط العاصمة الخرطوم الغاز المسيل للدموع على بعد كيلومترا واحدا تقريبا من مطار العاصمة وفي مدينة أم درمان على الضفة الغربية لنهر النيل. وحدثت مظاهرات أخرى في مدينة بحري المتاخمة، بالإضافة إلى احتجاجات على مستوى البلاد في مدن نيالة وعطبرة والقضارف وغيرها. إلى ذلك حث مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان السلطات السودانية على عدم استخدام القوة في المظاهرات المزمعة الثلاثاء المقبل، ودعا المكتب في بيان السلطات إلى ضمان أن يتمكن السودانيون من ممارسة حقوقهم في التجمع السلمي وحرية الرأي والتعبير. وشهد السودان اضطرابات سياسية واقتصادية منذ الانقلاب الذي وقع في 25 من أكتوبر تشرين الأول العام الماضي، لكن الأحزاب السياسية قالت هذا الأسبوع إن مناقشات بدأت بدعم من منسقين دوليين للتوصل إلى اتفاق لتشكيل حكومة مدنية جديدة.